لم تكن هذه الدعوة الأولى لبانكي مون لفرض حظر على تسليح كافة الأطراف في سوريا، كما أنه لم يقدم تصورا واضحا حول تطبيقه، لكنه ربط هذه المرة دعوته بالتحذير من خطر الإرهاب على امتداد الشرق الأوسط. It is essential to stem flows of arms pouring into the country. It is irresponsible for foreign powers and groups to give continued military support to parties in Syria that are committing atrocities and flagrantly violating international principles. بان وعد بتعيين مبعوث دولي جديد إلى سوريا قريبا، متوقعا أن تكون فرص نجاحه هذه المرة أفضل من سلفه، لكن مندوب روسيا الذي يتفق مع أمين عام الأمم المتحدة حول الإرهاب شكك في إمكانية ضبط سلاح المعارضة بناء على التجربة الليبية، وأيد الموقف السوري المنادي ببحث الإرهاب أولا. It's very difficult to talk about those things theoretically. Here comes the Syrian government to the table. And here comes somebody who claims he is representing the opposition and tells them, please give us half of your power, you know, because it's said in the Geneva communique. You need to discuss it pragmatically and practically, what actually you will be doing to do together and to start fighting terrorism together. وطعن المندوب الروسي بنوايا الغرب الإنسانية رافضا أي قرار لمجلس الأمن يصدر بشأن سوريا تحت الفصل السابع. في الظاهر يبدو المجتمع الدولي متوافقا على أن الإرهاب بات يشكل خطرا داهما على السلم والأمن الدوليين، لكن في الجوهر تبقى الانقسامات شديدة حول أساليب المعالجة بأساليب سلمية أو غير سلمية. نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين.